أيها الأخوات والإخوة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد وأصحاب محمد. أريد أسمع كلمة وأصحاب محمد. أيها الأخوة والأخوات، يحل بيننا الآن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان في زيارة في مهمة استثنائية لمدة شهرين، وهم من المختصين بشؤوننا. الأخ فرج فنيش اللي هو مسؤول الشرق الأوسط في المفوضية السامية، جورج إبريوني اللي هي كانت بيننا هني سنتين في البحرين في سنة 2009 وسنة 2010 ضمن برنامج المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، وهي مسؤولة ملف البحرين في المفوضية، والأخ مازن شقور نائب ممثل المفوضية في تونس، وهو أيضا من الاختصاصيين العرب الممتازين. فأولا نقول باسمكم جميعا أهلا وسهلا بكم في ربوع البحرين، وشعب البحرين يحييكم. هناك من يتساءلون حول جدوى هذا الوفد الذي سيبقى شهرين. هناك ناس يمكن يأسوا من إمكانية الأمم المتحدة وعمل شيء. أريد هنا أن ألقي بسرعة الضوء على أن استقلال البحرين تأمن من خلال قرار لمجلس الأمن في شهر يونيو 1971. كان هناك تنازع على البحرين، وكلكم تعرفون الادعاءات شاهين شاهية، وكانت هناك جهود دبلوماسية قادتها بريطانيا التي كان محمية عندها إلى مخرج من هذه الأزمة، وتمت التسوية أو الصفقة نقول بتسليم الجزر العربية الثلاث إلى شاه إيران، وعلى الذين يتباكون يسألون من الذي سلمها. اليوم قبل أيام سمعنا عن البحرين مستقلة من 240 سنة، وسمعنا بأن الفضل في أيضا جزء من الفضل العقلاني الشاه إيران الذين كانوا يرتجفون من خطبه، ولكن الحقيقة هو أن كانت هناك الفضل الأساسي في استقلال البحرين يعود لشعب البحرين. فعندما بعثت الأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق برئاسة فيتوري جوش باردي اللي هو نائب الأمين العام ورئيس مكاتبها في جنيف، وعمل تقصي لمدة شهرين، خرج باستنتاج قاطع بأن شعب البحرين خياره دولة مستقلة ذات سيادة في نظام ديمقراطي، وذلك في ضوء الوعود التي قدمت له ذاك الوقت من قبل القيادة السياسية، وبعد ذلك أداروا له ظهر المجن مثل وعود الميثاق. ولذلك نقول أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية أدبية، لأن العقد الاجتماعي الذي تم الاتفاق عليه 1970 بين الحكم والشعب خرق في أكثر من مناسبة. وعلى من يريد أن يتنطح ويقول ما لهم دخل، لا، نقول لهم دخل لأنهم هم الذين أخرجوا استقلال البحرين، وبريطانيا بالتحديد في ذاك الوقت رئيسة مجلس الأمن كرادون، اللورد كرادون هو الذي في ظله جرى التصويت وقدم مجلس الأمن ضمانة لاستقلال البحرين، وكان ويليام لوس هو عراب هذه الاتصالات والتحركات إلى آخر ذلك. إذن الأمم المتحدة مسؤولة. فإذا اليوم عندما يأتي وفد الأمم المتحدة فهو في هذا السياق. طبعا جرت مياه مثل ما يقولون كثيرة تحت الجسر، وذاق هذا الشعب ما ذاق جزاء سنمار من التصويت بالاستقلال، وفي ظل الحكم الحالي، في ظل حكم الأسرة الحاكمة، وبعدها ومررنا بعقود عجاف حتى جاءت حركة نضال الشعب حراك التسعينيات لينقل قضية البحرين إلى جنيف لأول مرة. وأريد أن أذكر من يريد أن يتذكر بأن البحرين أول مرة صدر لها تقرير يسمونه
1503 او اللي هو يسمونه المستتر، التقرير المستقر في 1991، ووضعت البحرين تحت الرقابة لمدة سنتين، ونتيجة لذلك وافقت على التوقيع على بعض الاتفاقيات. أما أول قرار صدر بالنسبة للبحرين في اللجنة الفرعية أو لجنة الخبراء لمجلس حقوق الإنسان فهي في أغسطس 1996، وصدر من المجتمع الدولي قرار واضح يؤيد نضال شعب البحرين ويطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. اليوم احنا في 2013 ولم وساءت الأمور. في 1997 كان مفروض أن مجلس حقوق الإنسان أو الهيئة حقوق الإنسان تناقش قضية البحرين، وهنا أرسلت وفد رفيع المستوى برئاسة غازي القصيبي إلى جنيف وتفاوض مع الأمم المتحدة ذاك الوقت، وتمت أنهم وقعوا اتفاقية مناهضة التعذيب مقابل أن لا يناقش وضع البحرين مع البقاء للالتزامات. وماذا حدث؟ الاتفاقية حبر على ورق. إذن تجربة الأمم المتحدة هي مريرة مع حكومة البحرين. الآن جاء العهد الجديد واستبشرنا بالأيام يعني الجميلة التي لم نعشها أبداً، وبدأ التعاطي هناك إيجابي نسبياً من الدولة مع الأمم المتحدة مع حقوق الإنسان. لا ننكر أنه في السنوات الأولى كان هناك في انفراجة، كان في ترخيص لجمعيات، وماذا جرى؟ جاءت إلينا ماري روبنسون المفوض السامي مستبشرة، وهي أول زيارة إلى البحرين في فبراير 1992. وأتذكر في وقت ذاك الوقت اجتمعنا معها في بيت الأمم المتحدة كمنظمات حقوقية إنسانية، وسمعت لنا ونصحت الحكم في ذلك الوقت بأن يقدم على تغييرات جوهرية، بأن يصدر دستور. إذا كانت هناك دستور تعديلات في الدستور فليكن للأحسن وليس للأسوأ، وأن يكون دستورا ديمقراطيا، وأنه إذا هم الحكم مصر على تشكيل مجلسين فليكن المجلس البرلماني ومجلس النواب منتخب من القاعدة، ومجلس الشورى منتخب من الهيئات، يعني من مجالس، يعني من اتحادات العمال والتجارة، غرفة التجارة وغيرها، مثل ما هو معمول به في المغرب. ولكن عمك أخصمخ غادرت من هنا وصار الذي صار الذي تعرفونه. جاءت نافي بيلاي في 2010 اللي هي المفوض حالي أيضا بعد إلحاح، واجتمعنا معها وكان عند أصبحت نافي بيلاي خبيرة في شؤون البحرين، وهذه ما ينقص عليها لأن هذه قاضية متمرسة من جنوب أفريقيا عاصرت النظام العنصري وتعرف على عيبه. ولذلك أود هنا باسمكم أن أحيي نافي بيلاي التي قال جهرت بالحقيقة في أكثر من موقف، والتي في المواقف الصعبة وقفت موقف مبدئي. اليوم على امتداد الآن 3 سنوات كان يقال بأن المشكلة في البحرين مشكلة طائفية بين طائفتين والسلطة تريد أن تصلح بينهم. طيب هذه القصة ما عادت تمشي. إذن يقال بأن الملف في البحرين هو ملف حقوقي وليس ملف سياسي، ولذلك ذهبوا عرضوا على التفاوض على الأمم المتحدة أن تتم التوصل إلى اتفاق لما يسمى بالتعاون التقني، يعني تمكين حكومة البحرين وشعب البحرين ومؤسسات البحرين لتمتلك الخبرات والمهارات إلى آخر ذلك، وإلى إلى إلى حقوق الإنسان. هذه القضية مطروحة في أثناء زيارة المفوضة السامية في 2001، ليس جديد. وامتناع ماري روبنسون ذاك الوقت المفوضة السامية حتى الآن، لأن للأمم المتحدة اشتراطات، من أهم هذه الاشتراطات أن تكون هناك في بيئة مناسبة لعمل الأمم المتحدة، وليس تحت حرب مثل ما احنا شايفين الحين، وليس قمع المجتمع المدني، وليس مصادرة للحرية السياسية، وليس سجن الآلاف، وليس القتل خارج القانون، وليس الموت تحت التعذيب، وليس التسريح القسري، وليس الاغتصاب، وليس اضطهاد النساء والشباب والرجال. إذن هذه هي مهمة الوفد الحالية. لن توقع الأمم المتحدة على اتفاق إلا عندما تجد الظروف أو البيئة مناسبة، وهذا يتطلب إجراءات أصبحت معروفة ومكررة.
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 3500 معتقل يجب إطلاق سراحهم، يجب إعمال العدالة الانتقالية، يجب عدم الإفلات من العقاب، يجب محاكمة القتلة. نحن في لقائنا البارحة، وأنا لا أريد أن أتكلم ماذا قالوا لأن هذا أدبية، ما لي حق أتكلم باسمهم، لي حق أتكلم باسم المرصد. قلنا لهم هناك لا يمكن أن تكون هناك حل أزمة حقوق الإنسان في البحرين إلا بحكومة اتحاد وطني لها مصلحة في حل هذا الملف. لن يكون هناك الأزمة في جوهرها سياسية، والانتهاكات لحقوق الإنسان والأزمة السياسية هي انعكاس للأزمة السياسية وإفراز لها وليس العكس. طبعا لا نرفض أن إذا كانت ستتم إجراءات من قبل الدولة التي ذكرناها واللي يمكن تمهد الطريق أمام مفاوضات جدية وتسهم في خلق الأجواء، نحن معها، ولكن لا يكون هناك في وهم بأن ستحل قضية حقوق الإنسان جذريا بوجود هكذا نظام، هكذا عقلية، هكذا استراتيجية. مرة أخرى أريد أن أقول مرحبا بوفد الأمم المتحدة، وهو سيلتقي بكل الفئات وأوصي بالتعاون معه، ونقول نشكر، نعبر عن شكرنا وتقديرنا لكل الشرفاء بما فيهم وفي مقدمتهم نافي بلاي وطاقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعاملين في حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان والنشطاء الذين سياسيين والنشطاء الحقوقيين الذين دفعوا دمهم ودخلوا السجون من أجل حقوق الإنسان، وشكرا لكم.